أما الآن فمع كلمة الحفل ومع سماحة الشيخ جعفر الأمجدي الستري نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد في كلمة بعنوان وزن الولاية بين العبادات. أفضل من صلى على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكاها وأتمها وأحلاها وأكملها وأسناها على المبعوث رحمة للعالمين الرسول المصطفى الصادق الأمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار الأخيار المنتجبين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كل التهاني والتبركات لمقام صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء، وإلى آبائه وأجداده الطاهرين بذكرى ولادة الإمام الثامن الضامن سلام الله عليه. يقول الله سبحانه وتعالى في تنزيله المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. المقدمة في نقطتين مهمتين. النقطة الأولى: هل نطق القرآن الكريم بعظمة وموقعية وفرادة الولاية؟ كثيرا ما يدافع الشيعة عن مقام الولاية ويعتبرونه بأنه أعظم المقامات، ويستدلون بمجموعة من الأدلة من ضمنها قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. مقام الإمامة جاء بعد مقام العبودية ومقام النبوة ومقام الرسالة ومقام الخلة. لكن هل يوجد في القرآن الكريم موقع آخر يبين بوضوح فرادة موقع الإمامة والتميز موقع الإمامة في المنظومة الإلهية أو لا؟ النقطة الثانية: إن من يرجع إلى القرآن الكريم ببحث موضوعي وبتجرد عن شرنقة العصبية وعمى الجحود، وإذا تسلح بأدوات فهم القرآن الكريم وتسلح واستضاء بصحيح روايات أهل البيت سلام الله عليهم، تكشفت له حقيقة مناقب أهل البيت وفرادة وموقعية ولايتهم سلام الله عليهم. تعالوا معا في إطلالة مختصرة نطل على هذه الآية المهمة في سورة التوبة: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. قبل أن ندخل في طرح النظريات التي أرادت أن تستفهم موضوع هذه الآية، نطل أولاً على سبب نزول هذه الآية، خصوصاً أنا نعلم بأن العلم بأسباب النزول هو من أهم قواعد فهم القرآن الكريم. هناك إطباق
بين علماء الإمامية وبين عمالقة التفسير أيضا في المدرسة الأخرى أن هذه الآية نازلة في منقبة عظيمة وفريدة واستثنائية لعلي عليه السلام، المراجع لابن كثير، المراجع للواحدي والثعلبي، السيوطي والطبري والفخر الرازي، يمكن أن يقف على هذه الحقيقة. حتى أن العلامة الأميني صاحب الغدير قال: ليس بوسعنا أن نحصي وأن نعدد المصادر لكثرتها. تعالوا معا نورد هذه الرواية الموجودة في كتب العامة. قال الثعلبي في تفسيره: قال الحسن البصري، حتى الرواة لهذه الرواية ولسبب نزول هذه الآية من خصوم علي عليه السلام، قال الحسن البصري والشعبي ومحمد ابن كعب القرضي: نزلت هذه الآية في العباس ابن عبد المطلب وطلحة ابن أبي شيبة وعلي ابن أبي طالب عليه السلام، ذلك لأنهم افتخروا فقال العباس: أنا صاحب السقاية، وقال طلحة ابن أبي شيبة: أنا خازن البيت، صادن البيت بيدي المفتاح، وقال علي عليه السلام: ما أدري ما تقولان، لقد صليت 6 أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد، فأنزل الله تعالى هذه الآية، وفي الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، وأربع آيات أيضا بعدها. زين، هنا نسأل هذا السؤال: ماذا تريد أن تقول هذه الآية؟ إلى أين تشير بوصلة هذه الآية؟ وإلى أي مرمى وإلى أي مقصد أسنى تريد أن تشير مضامين هذه الآية العظيمة؟ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ ما معنى ذلك؟ هنا يوجد نظريتان تفسيريتان. النظرية التفسيرية الأولى قالت إن الآية بصدد بيان قاعدة دينية عبادية، وبيان هذه القاعدة وهذه النظرية في نقطتين. النقطة الأولى: إن العمل الديني، العمل العبادي، مهما كان متقناً في شكله المظهري ومهما كان متوافقاً مع مقاييس الشريعة ومهما كان نافعاً ومثمراً للناس كسقاية الحاج أو عمارة المسجد الحرام، إذا تجرد عن النية وعن القربة والطوعانية والخلوص والانقياد والإيمان، فإنه مجرد جسم أو جسد بلا روح، شكل بلا جوهر، لا وزن ولا قيمة ولا اعتبار له. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: قالوا أصحاب النظرية الأولى إن هذه الآية أرادت أن تبين أن العباس بن عبد المطلب وطلحة ابن أبي شيبة افتخرا بأعمال وإن كانت مفيدة ونافعة للناس وموافقة للواقع الديني، لكن افتخرا بأعمال كانت لهما في الجاهلية. أعمالهم هذه كانت لهم في الجاهلية. أما علي عليه السلام افتخر بالجهاد الذي كان له في وين؟ في ظل الإسلام.
فكأنما الله يريد أن يقول لهم كيف لكم أن تقارنوا وتقايسوا بين أعمال وإن كانت مفيدة مجرد عن النية والطاعة والإيمان في عصر الجاهلية وبين عمل صدر من علي عليه السلام في الإسلام وهو الجهاد. فالآية أن تشير إلى أفضلية عمل علي عليه السلام من حيث أنه ماذا؟ مقرون بالنية، مقرون بالقرب، مقرون بالإيمان. هذا ملخص هذه النظرية. إلا أنه يمكن أن نسجل على هذه النظرية ملاحظتين مهمتين. الملاحظة الأولى، لو فرضنا أن الآية بصدد مقارنة بين عمل العباس وعمل طلحة في الجاهلية وعمل علي عليه السلام في الإسلام، لو فرضنا أن عمل العباس بن عبد المطلب وعمل طلحة صدر منهما في الإسلام، لمن الأفضلية تكون؟ لجهاد علي في الإسلام أو للسقاية والعمارة في الإسلام؟ الآية لا تتحدث عن ذلك، ساكتة عن ذلك. ثانيا، ملاحظة ثانية وهي مهمة جدا، الروايات تبين أن عمل العباس بن عبد المطلب وعمل طلحة إنما كان في الإسلام. شوف الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، فقال العباس أعطاني رسول الله السقاية، وقال طلحة أعطاني رسول الله مفاتيح الكعبة. يعني أعماله في وين؟ في الإسلام يا حبيبي. إذن هذه النظرية غير مكتملة. تعال معي للنظرية الثانية وهي نظرية مهمة جدا، قد أشار إليها الإمام الرضا عليه السلام في مضمون خطاباته المهمة جدا. هذه النظرية الثانية تقول الآية أساسا بصدد بيان قاعدة عقائدية فريدة، مو بصدد بيان قاعدة فقهية عبادية، لا، قاعدة عقائدية. التفت جيدا. كيف؟ النقطة الأولى، الآية أساسا، أنت لما تقرأ الآية تقع في فخ ظاهري العبارات، تقول آية بسيطة، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، يعني لا تقارنون السقاية والعمارة بجهاد علي عليه السلام، عدل ولا؟ هذا نفهم احنا. لا، الآية أساسا لم تعقد مقارنة بين عمل وعمل، ولا حتى بين أشخاص وأشخاص. سؤال، أجعلتم سقاية الحاج، سقاية الحاج، السقاية عمل لو شخص؟ عمل. وعمارة المسجد الحرام، العمارة عمل لو شخص؟ بعد عمل. زين، كمن آمن، كمن آمن عمل لو شخص؟ ما قالت كالجهاد في سبيل الله، لا. انت عادة تقارن عمل بعمل او شخص بشخص، الآية لا، بشكل غريب وعجيب تأتي لكي تقارن بين اعمال دينية وبين شخص. كمن آمن، من هو الذي آمن في هذه الآية؟ اطباق بين علماء التفسير مقصود بها امير المؤمنين علي عليه السلام. ما النتيجة؟ النتيجة أن تقول هكذا الآية، ليس لكم أن تقارنوا بين أعمال عبادية ولو كانت تلك الأعمال العبادية ضخمة وعظيمة ومثمرة، مثل سقاية، مثل عمارة المسجد الحرام. شنو من عمارة المسجد الحرام؟ عمارة المسجد الحرام معنيين، العمارة المادية والعمارة المعنوية. العمارة المعنوية مثل ماذا؟ الصلاة، الحج، طواف، اعتكاف، سعي، هذه الأعمال الضخمة العظيمة جدا. الله يقول كل هذه الأعمال والشعائر والمقدسات ليس بإمكانكم أن تقارنوها بذات علي بن أبي طالب عليه السلام. إذا وضعت العبادات جميعا في كفة وذات المعصوم وولايته في كفة أخرى، ترجح ذات المعصوم عليه السلام. شوف الإمام الرضا عليه السلام
في حديث السلسلة الذهبية. كلمة لا إله إلا الله حصري، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله شنو؟ توحيد يعني. زين حصني التوحيد بلوازم التوحيد، وهي شنو؟ العبادات والشريعة. زين، ولكن في نهاية الرواية بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها. الشرط دائما يوازن المشروط، الشرط يوازن المشروط. فكأنما الإمام رضا عليه السلام قارن بين حجم الولاية وبين حجم كلمة التوحيد في مستوى واحد، لأن هذا طريق إلى ذاك. من هنا تلاحظ أنت في خطابات الإمام رضا عليه السلام وحتى في طريقه إلى خراسان كان يركز على أمرين أساسيين. حتى أقرأ كتاب الاحتجاج، وأنا أنصح الشباب لقراءة بعض جوانب من احتجاجات الإمام رضا عليه السلام في هذه الليلة في كتاب الاحتجاج للطبرسي. كان أكثر ما يركز عليه الإمام سلام الله عليه مبدأان أساسيان، مبدأ التوحيد، مبدأ الإمامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بمقاماتهم وحقائق معارفهم، وأن يجعلنا ممن يكونون زينا لهم لا شينا عليهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نشكر لفضيلة الشيخ جعفر الأمجدي الستري حسن طرحه وكلمته القيمة، ونسأل الله له كل التوفيق والرشاد.